السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومشجعي ومدعمي قناة فتي حسن تيرف، وأخوكم فتي حسن. ليلة سعيدة لجميع إخواني أخواتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. تحية لبارير العرب والأفارقة اللي كيدعمونا ويشجعونا. كوم جو باس اهل ريميرسيمون اتو بارير دي موند كي نوز انكوراج. تحيه وترحيب بالناس اللي ضافوا جداد للقناه اناثا وذكورا. كنقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم وخواتاتكم وخوتكم في قناه الاصدقاء، قناه الاهل والاحباب. كنتمنى اننا نكون عند حسن ظنكم ونكون ان شاء الله نفيدكم، ونتمنى لكم معنا اقامه ميمونه ومربوحه باذن الله. اللي اول مره غيشوف القناه ديالنا عجبو المحتوى، كنتمنى يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس بالكل باش يوصلوا منا كل جديد في حينه. تحيه للجاليه المغربيه من هذا المنبر اللي كيدعمونا ويشجعونا. كنقول لكم شكرا على الدعم، شكرا على التشجيع اينما حللتم وارتحلتم. وتحيه كذلك لجميع اخواني اخواتي المغاربه من طنجة للقويرة ومن الحدود الشرقية لحدود المياه الدولية. الأخوات والإخوان ديالنا اللي غايبين على القناة، كنتمنى أنكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحة جيدة إن شاء الله. كنتمنى اللي طلع خوتي خواتاتي ويشوف الفيديو ديالنا يضغط على البصمة بالإعجاب. شجعوا القناة ديالكم بالبصمة بالإعجاب وبالبارتاج باش القناة تستمر وتزيد الأمام، وغتكونوا جد مشكورين. واحد الإطلالة قصيرة على الاريفي ديال اليوم. الاريفي اللي كانت كاتاستروفيك، وقلناها لكم في الملاحظة الأولى، قلنا لكم التنسيون كورس مجموعين فيها غير الحماق غير لي تروازون. لا لين دروات غتكون طويلة 550 مترو. قلنا لكم لا كورس غتكون تخي ديفيسيل بليس انديس 8.5 ويقدر يفوتها، وفعلا داكشي اللي كان. دونك كانت كورس كاتاستروفيك، وعلمناكم قلنا لكم راه داكشي اللي عطاوكم بيد غادي يديو لكم في هاد الكورس بجوج ديال اليدين، وهذا ما وقع. بالنسبة لابوات نوار، لابوات نوار كانت مزيانة، كانت فيها 50% دو ريوسيت، كان فيها الان و الدوز. لا ديرنيير مينوت لو ان كان في لاريفي. لا سيليكسيون كان فيها ان اي دوز لا غير. بالنسبة لزنترينور أسويفر كان فيها لدوز أي لدو. لزنترينور أسويفر اللي قلنا لكم 5 6 9 12 أي دو جا دوز ودو، قلنا لكم غيكون أن سويفي، فعلا كان أن سويفي. بالنسبة النويطات كانت نويطة على لو أن، قال لكم راه إل بو ميم غانيي، راكم شتو فين تبلاصة. ولو 14 ما كانش صادق في الكلام ديالو، او لا شوف الظروف ديال الكورسة كيفاش كانت. و اتنسيون دابا يمشي تعاود السيناريو ديال غد ديال اليوم او التاني. بالنسبة لغدا نفس التيران غير ناقصة 200 مترو. لا ديستانس كانت فيها 1800، غدا غتكون 1600. وغادي نمشيو دابا ان شاء الله باش غندوزو للمعلومات ديالنا. قبل ما ندوزو ليها غنعود نذكركم البصمة، الله يجازيكم بخير. وما غنقولش لكم الورقه والستيلو لان راه ضروري غتكون قدامكم. الدكيكه دابا راه كل واحد والدكيكه ديالو منزله قدامو، اللي بغى نكبو له اتاي اهلا وسهلا ومرحبا.
دونك بالنسبة لهاد الكورسة حنا عاود بحثنا شوية، نجتهدنا، نتمنوا ان الله ما يخيبناش معكم. ومن هذا المنبر كنشكر ونحيي ليكيب ديال لاشين على المجهودات ديالها، لان الشعار ديالنا كيف ما كتعرفوا في القناة حنا ما كنخلصوا حتى شي واحد من جيبنا. الله يجيبها سمينة للجميع. حنا كنتمنوا ان كل شيء يربح، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يجعلنا سبب ومفتاح ربح لكم، وغنكونوا جد سعداء. المطلوب منكم فقط البصمة بالإعجاب لاشين، باش لاشين تزيد تعرف، واللي عنده إمكانية باش يدير البارتاج غيكون جد مشكور، واللي انتريسي بلابونمون راه التليفون كيدوز على الشاشة يتصل بالقناة ومرحبا. غادي ندوزو دابا ان شاء الله المعلومات ديالنا، وقبل ما ندوزو ليها الخوت غادي البريد راه نزل، نكبو لكم دقيقة. يا سلام، شكرا. اقلب وش اقلب، وبصحتكم الخوت كاملين. هي راه غير التسميع ديال الكاس. يا سلام، بسم الله. الله يا ربي، الله بصحتكم الخوت. عفوا. بون، غادي ندوزو دابا ان شاء الله، غادي نمشيو المعلومات ديالنا ديال الكانتي ديال لو سايز 11 2022 اللي غادي يكون حتى هو في شونتيي نفس التيران ديال اليوم. ريونيون ان كورس 4 سي دو بلا 1600 متر، هذه هي لا ديستانس كلاسيك بالنسبه للبلا. سي دو بي اس اف صابل بيست اون صابل فيبري، لا كورد ا دروات 16 بارتون، الديبار ان شاء الله 13h55، يعني الديبار مفارق على ديال اليوم بخمسة دقائق. الديبار غيكون مع جوج كالقسم بالتوقيت ديال المغرب. الزين الغزال الجميل الحبيب بيه بمواليه، اللي كنتمناو من الله سبحانه وتعالى يحفظه وينجيه ويحفظ جميع المغاربة أينما حلوا وارتحلوا، ويخلي بلادنا دائما بهجة وزهية إن شاء الله. ونتمنى الله سبحانه وتعالى يسقينا الغيث وتنور البلاد ديالنا، الله يرحمنا. لالين دروات بحال ديال اليوم نيت ممتازة، يعني كتعطي فرصة لي زاتونتيست واللي عندهم الفينيش ولابتيتود لو صابل، ولي زاتونتيست لي زاتونتيست عفوا اللي كيكون عندهم لي كورد عاليين. الا كانوا دي بون شوفو وعندهم الفينيش ولابتيتود لو صابل، اتونسيون في لالين دروات يقع ما يقع. الملاحظة الأولى كتقول لكم لا كورس غتكون تخي ديفيسيل، بلوس انديس دو ديفيكولتي 8.5 8.5. الملاحظة الأولى كتقول لكم الكورس غتكون جد صعبة، مؤشر صعوبة 8 أونس. لورسكيل ديباس l'indice de difficulté 8 et plus, on joue avec intelligence, prudence et on minimise. ملي كيفوتنا مؤشر صعوبة 8 الفوق نلعبو بالحيطة والحذر والذكاء ونحاولو نمينيميزيو. دونك اتونسيون، الكورس غتكون صعيبة شوية.
غادي ندوزو دابا ان شاء الله، غادي نمشيو لابواط انوار ديال لاشين. قبل ما ندوزو ليها غنقول لك انت اخويا وانت اختي اللي كتشوفونا في هذه اللحظه هذه، والدكيكه والليزيات والوريقه والستيلو، وزيدوا كملوها بالبصمه وبصومو بلا ما تخميموا ولا تحشيموا، وشجعوا القناه ديالكم باش نستمروا وغتكونوا جد مشكورين. وكنشكر كذلك بهذه المناسبه الاخوات والاخوه اللي كيتفاعلوا مع الفيديو ديالنا وكيخليو لنا دي كومونتير كيحفزوا القناه وليكيب ديال القناه، كنقول لكم شكرا شكرا بزاف. يلا الخوت، البصمه البصمه البصمه، الله يحفظكم، طلعوا طلعوا لنا الفيديو بالبصمه وحفظكم الله. دونك لي كاتر نيميرو de la boîte noire de la chaîne Fatiha Ceinture pour le quintet du 16-11-2022, les récompenses chantier est comme suit: 6, 12, 14 et 7. Je répète, 6, 12, 14 et 7, les quatre numéros de la boîte noire. الأرقام الأربعة للعلبة السوداء الخاصة بقناة فتيحة سنتيرف لخماس يومه 16-11-22 كالآتي: 6-12-14-7. غادي نمشيو دابا إن شاء الله لا ديرنيار مينوت ديال لاشين. لا ديرنيار مينوت دو لاشين لو نيميرو 7، رقم 7. لو شوفال اكومباني لو نيميرو 6، رقم 6. لي سوبليمونتير 4 أي أه. الأرقام الإضافية 4-1. يلا ميزامي اللي طلعي بسم الله يحفظكم، البصمه البصمه البصمه، شجعوا القناه، القناه محتاجه للدعم ديالكم لانكم نتوما هما السواعد ديالها باش تستمر وتزيد الامام. ضروري خصها شويه ديال الدفيع، شويه ديال الدعم والتشجيع، وغتكونوا جد مشكورين. بون غادي نمشيو لا ميثود دي جور. La méthode du jour nous a donné deux numéros. Ces deux numéros, soit un, soit deux, soit aucun à l'arrivée, on a un seul numéro pour la méthode du jour. Mais pas double. Ce numéro, c'est le numéro 2. Donc le 2, soit dans les 5, soit dans la poubelle. Tariqa Nahariya, بالنسبة للكانتي ديال غدي إن شاء الله، عطيانا رقم 1. هذا الرقم هو الرقم جوج. دونك رقم جوج يا بيض يا سويت، يا يكون دون لي سانك يا ما تشوفوش. ورغم ذلك حاولوا تلوحوه من مور اكس. غادي ندوزو دابا ان شاء الله غنمشيو لا سيليكسيون ديالنا ديال لاشين. لا سيليكسيون
de la chaîne Fatiha Ceinture pour le même quintet du 16-11-2022 à Chantilly comme suit. 7, 6, 14, 12, 10, 1, 4 et 5. Je répète la sélection de la chaîne. 7, 6, 14, 12, 10, 1, 4 et 5. الأرقام 8 لخماسي يومه 16/11/22 لقناة فتحة سنتور كالآتي: 7 6 14 12 10 1 4 5. Les chevaux surprises de la chaîne 16 et 9. الأرقام المفاجأة ديال القناة 16 تسعود. بالنسبة لو بتي شوشو أو لو بتي نيميرو أو الرقم الصغير اللي كيكون تحت الأرقام المفاجأة سيبا زانكو سير مي بور اون بتيت سيربريز سو نيميرو سي لو نيميرو دو. الرقم جوج هو الرقم الصغير بور اون بتيت سيربريز لا غير سي با زانكو سير. غنمشيو الملاحظة الأخيرة ديالنا ديال القناة كتقول probable un suivi à l'arrivée du haut du milieu ou du bas de tableau الله أعلم. الملاحظة الأخيرة كتقول هناك احتمال كبير باش تكون أرقام متتالية أي سويفي في الأريفي غدا إن شاء الله من الفوق من الوسط من تحت الطابلو الله أعلم. 4-1 الله أعلم. 3-2 الله أعلم. 2-2 فارقهم 1 الله أعلم. المهم قلبوا على السويفي دخلوه لاباز ياليزي تبرعوا إن شاء الله واللي لقى السويفي راه يتخلص. هذا في حالة ما إلا خدات الكورسة طريق الصحيح ديالها. غادي نمشيو للنويطة الأولى على الرقم 1. قلكم مولاه مع غايون جوناتان اون بيل بيرفورمانس يعني العود راه مزيان وراكب عليه غايون وكننتظر شي حاجة تكون زوينة نتمنوا. غنمشيو للنويطة على الرقم 7. قلكم مولاه سي ساكورس بصح كذوب الله اعلم. غنمشيو ل 14 نويط على 14 قال لكم مولاه جو سوي اوبتيميست انا متفائل نتمنى ان التفاؤل ديالو يكون في محله ويكون دون لي 5. با دونترينور اسويفر. الى هنا خوتي خوتاتي نكون قد انتهينا من المراحل ديالنا ديال الكانتي غدا. الله يوفق الجميع، الله يجيب التيسير، الله يجيب سمينا. دعوتكم أخوكم في الله عبد ربي. تهلاو ليا في راسكم، تصبحوا على خير. إلى اللقاء، وما تنساوش البصمة